السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. منصف راي، ناشط فيسبوكي وصحفي في المغرب. مرحبا. كيفاش جاتك الفكرة ديال أنك دير هاشتاغ الطوموبيل ديالك فيه 7 دراهم مازوت 8 دراهم ليسونس، الهاشتاغ الثالث أخنوش ديغاش. كما كتعرف الأخ مراد أن الهاشتاغ كان دار واحد الضجة كبيرة في المغرب، وجميع الناس في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي داير في هذا الهاشتاغ. انا قلت علاش هذا الهاشتاغ ما نخرجوش من العالم الافتراضي للواقع، يعني علاش ما نلصقوش في السياره، الزجاج ديال السياره ديالي، وشوفوا حتى الناس اللي كاينه. بالله يحسن العوان، كاينه الناس اللي ما قارينش، ما كتدخلش للفيسبوك، ما كتدخلش للمواقع التواصل الاجتماعي. هذه كيفاش جاتني الفكره باش درت هذاك الهاشتاغ في السياره ديالي، والحمد لله تفاعلوا معها بزاف ديال الناس. ودابا شفت ان بعض الناس حتى هما ولاو كيديروا داك الهاشتاغ في السياره ديالهم، وكانت فكره وخرجناها للوجود. هادشي اللي كاين سي مراد.